الله يا ربي جبت معدل 18.75، هذا كان بتوفيق ربي ثم بتعب والدي ثم بتعبي انا. اخر حاجه الحمد لله يا ربي ما كنتش متوقعها طول، مالغري خدمت مليح العام هذا، درت لي كور، درت كلش، الاساتذه تاع القسم ساعدوني الحمد لله يا ربي. عليكم، معكم الطالبه خامج مروه، شعبه علوم تجريبيه، متحصله على شهاده بكالوريا 2024 18.14، متمدرسه بثانويه الاخضر بالمدني عين المين سطيف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله مازلت في التوتر تاع النتيجه. شكر والديا وقفوا معايا بزاف، بنت عمي شكرها بزاف، اختي شكر، كامل العائله والاساتذه طبعا بدون ما ننساهم، اكثر استاذه شاكور، استاذه الفلسفه ادب فلسفه، جبت معدل 12.17 وراني فرحانه بزاف، ماغري ما كنتش متوقع نتيجه كيما هذه، سمعت بزاف وخصي راني فرحانه بزاف، وما نقولكش على قد ما نقدر نوصف فرحة تاعي كبيره بزاف، شكرا. طبعا بالنسبه لنتائج البكالوريا جوان 2024 عندنا المترشحين 330 تلميذ، طبعا الناجحون 210 تلاميذ، 210 تلاميذ، النسبه هي 61.21%. بالنسبه لشعبه الادب والفلسفه نسبه النجاح 58.21%، بالنسبه لشعبه اللغات 74.19%، بالنسبه للتقني الرياضي هندسه كهربائيه 77.78%، وبالنسبه لشعبه الرياضيات 80.77%، وبالنسبه لشعبه العلوم التجريبيه نسبه 54.75%. الحمد لله يا ربي على كل نتيجة، على كل مجهودات يا ربي، لقينا مجهوداتنا ولقينا كاع اللي حطينا على عام كامل، الحمد لله كانت النتيجة ماهيش مرضية، بصح الحمد لله النجاح النجاح هو كلش، الحمد لله اللي فرحت والديا، ونشكر كاع الأساتذة اللي قراو لنا، ونشكر كاع الطاقم التعليم، شكرا لك. هذا النجاح بفضل ربي سبحانه والوالدين والعائلة والأقارب، ونتمنى النجاح لأخواتنا وبكل توفيق ان شاء الله. الاساتذه والطاقم الاداري لثانويه ربح بركاتي، والشكر والحمد لله. الحمد لله. محمد تقني رياضي، الحمد لله يا ربي 10.22، الحمد لله. الحمد لله على نيل شهاده البكالوريا بمعدل 15، انا فرحه رغم انني كنت اتمنى معدل اكبر. اشكر كل من الطاقم التربوي والاداري لثانوية أبي القاسم الزهراوي، وكذا الوالد والوالدة اللذان كانا سندا ودعما لي ومن شددت عهدي بهم، فالشكر لهم، فكل الشكر لهم. أقدم كلمتي اليوم لوالدي، شكرا لك وشكرا لأمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا التلميذة رحمان الإيمان، المتحصلة على شهادة البكالوريا شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.17 بثانوية محمد المحمدي الولهاسي دائرة المحمدية. وصولي على هذه النتيجة لم يكن محض صدفة أو مفاجأة، إنما هو توفيق من الله عز وجل، ثم دعم الوالدين المادي والمعنوي، وأخيرا مجهودات طيلة هذه السنة، دون أن أنسى فضل الطاقم التربوي والإداري لثانوية محمد المحمدي الولهاسي دائرة المحمدية. حلمي هو أن أصبح جراحة متخصصة في الأعصاب بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر بنيتي على هذا النجاح، كان متوقع لأن المجهودات المبذولة طيلة هذه السنوات، هذا النجاح اللي حققته نتيجة عمل مثمر خلال السنوات. بسم الله الرحمن الرحيم، نوجه تهاني لعائلة رحماني وخاصة إيمان على هذا التفوق، وإن شاء الله نجمع مزيد من النجاحات والتفوق إن شاء الله. أحمد الله عز وجل وأشكره على هذا التفوق والنجاح الذي وصلت إليه، وعلى تحصلي على أعلى معدل في ولاية مستغانم بمعدل 19.24.
وأخص بالشكر مدير ثانوية عبد الباقي بن زيان الشعيب دائرة سيدي علي وجميع الطاقم التربوي والإداري والأساتذة، وأخص بالشكر والدتي العزيزة المجاهدة التي كانت بمثابة سند لي طوال مشواري الدراسي، وكذلك أختي العزيزة التي ساندت. أود منكم الترحم على والدي العزيز الطبيب شادلي علي. إذا ألف مبروك لابنتي دعاء شادلي تربعها على المرتبة الأولى في ولاية مستغانم، هذه الدفعة دفعة بكالوريا 2024. اليوم جينا نحملوا تهنئة السيد معالي وزير التربية الوطنية والسيد والي الولاية إلى بيت المكرمة ابنتنا شادلي دعاء، برفقة الطاقم الإداري والتربوي أيضا لثانوية عبد الباقي بن زيان الشعاعي، في انتظار التكريم الذي يليق بهذا التميز. المثل ربي يدوم الفرح، ألف ألف مبروك. نسبة النجاح الولائية هذا السنة مسبوقة جدا وهي مشرفة، بلغت 60.65%. ابنتي دعاء كانت متميزة دائما بحضورها في المؤسسة، بمعدلاتها، بنقاطها، بمشاركتها، باجتهادها. كانت متميزة طيلة وفودها إلى مؤسستنا منذ السنة الأولى، حصلت على أعلى معدل السنة الماضية بمعدل 20، يعني 19.99. فأقول لها دمت متميزة ودامت ثانوية عبد الباقي بن زيان الشعاعي متميزة، فهي شرف لنا، شرف لمدينتنا، شرف لثانويتنا. أسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يجعلها صدقة على والديها وبالأخص على والديها رحمه الله. أسأل الله تعالى أن تكون يعني هذا النجاح أن يكون فاتحة لمزيد من الإنجازات والنجاحات على مستوى دعاء مروى وعلى مستوى كل الفائزين والفائزات في ثانويتنا وفي ولاية مستغانم. وفق الله لمزيد من النجاح. ربي جبت معدل 18.75، هذا كان بتوفيق ربي ثم بتعب والدي ثم بتعب بي انا. اخر حاجه الحمد لله يا ربي ما كنتش متوقعها طول، ما قري خدمت مليح العام هذا، درت لي كور، درت كلش، الاساتذه تاع القسم ساعدوني الحمد لله يا ربي. عليكم، معكم الطالبه خامج مروى شعبه علوم تجريبيه متحصله على شهاده بكالوريا 2024 18.14، متمدرسه بثانويه الخضر بالمداني عينو المان سطيف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله مازلت في التوتر تاع النتيجه. شكر والديا وقفوا معايا بزاف، بنت عمي شكرها بزاف، اختي، شكر كامل العائله والاساتذه طبعا دون ما ننساوهم، اكثر استاذه شاكور استاذه الفلسفه ادب فلسفه، جبت معدل 12.17 وراني فرحانه بزاف، ما كنتش متوقع نتيجه كيما هذه، صبرت بزاف ونخسي راني فرحانه بزاف، وما نقولكش على قد ما نقدر نوصف فرحه تاعي كبيره بزاف. شكرا. طبعا بالنسبه لنتائج البكالوريا جوان 2024 عندنا المترشحين 330 تلميذ، طبعا الناجحون 210 تلاميذ، 210 تلاميذ، النسبة هي 61.21%. بالنسبة لشعبة الأدب والفلسفة نسبة النجاح 58.21%، نسبة لشعبة اللغات 74.19%، بالنسبة للتقني الرياضي هندسة كهربائية 77.78%، وبالنسبة لشعبة الرياضيات 80.77%، وبالنسبة لشعبة العلوم التجريبية نسبة 54.75%. الحمد لله وربحنا الباك وتعبنا ودينا مع كانت النتيجه كانت قليله وكاع بصح الحمد لله يا ربي. فرحنا اليوم بالامتحان شهاده البكالوريا، واليوم راني فرحان بنتي 16.17. بالبركه عليكم.
حصلت على المعدل 10.65. نهدي هذا النجاح لوالدي، راني فرحان بزاف والحمد لله يا ربي اللي ربحت عام كونفلي وحنا نتعبوا، والحمد لله جات النتيجة كما كنا باغين. الحمد لله يا ربي نجحنا، الحمد لله يا ربي. واي واي الباك ب 12.04. انا الحلم تاعي كان فرح ميمتي، هي قالت لي كاري ميدا مسكينه ربي شافيها، قالت لي كون جيب الباك تاعك هذاك هو دوايا، وجبتها الحمد لله. خصوصا ياسين بعد فلسفه دي سي كونتيس على كثر خير صحابي لعبوا معايا من الاولى الثانيه سورتو هذا هيا وصاي هذه ثمرة جهد يعني تاع وقت طويل، وما تمنيها كل انسان ان شاء الله، هذه صراحة نتمنيها كل انسان ان شاء الله، ربي ان شاء الله ينجحكم ولادك ان شاء الله، ان شاء الله ربي ينجحكم كاع ان شاء الله ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. يعني الحمد لله على كل حال من بداية السنة وهنا نجرو، كان خايف باه ما يجيبوش مع ذاك الجري كامل، من فينالمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا فرحانين، وعقبة ان شاء الله اللي ما جابوش العام الجاي ان شاء الله. واش نقول لكم؟ لافا فرحت لافامي تاعي ماما بابا. انا هي اللي بسبتها، كنت خايفه عليها اكثر مني، كنت خايفه ما نجيبوش، بصح الحمد لله يا ربي مانيش مامنه جبت 12. ما نقول لك هذه فرحه لا توصف، نتمنى لاي ام ان شاء الله اللي عندها واللي ان شاء الله فرحه، كيما نقول لك والله كيما ناش الشعور مانيش مامنين في هذا اليوم يوم اعلان النتائج. يعني فرحين جدا بهذه النتائج، بنتائج بناتنا العزيزات بنات ثانويه عبد الكريم فخار. طبعا نسبة النجاح كانت 68.33% وهي نسبة مشرفة، ونتطلع دائما إلى الأحسن إن شاء الله. طبعا هذا اليوم السعيد يأتي بعد عام من الجد والعمل والنشاط، عام من العمل الجاد، كذلك تحصلت الكثير من التلميذات على معدلات ممتازة، يعني حتى معدل 19 تحصلوا عليه تلميذات في ثانوية عبد الكريم فخار. أنا تلميذة رحماني رانيا، متمدرسة بثانوية فخار عبد الكريم بالمدية، متحصلة على شهادة البكالوريا بمعدل 19.26 شعبة علوم تجريبية. الحمد لله كان هذا يعني المعدل ثمرة مجهودات عام كامل، وكان بالطبع عون من الله تعالى أولا، ومن الأساتذة ومن الأهل، طبعا نوجه لهم كامل تحية، الأساتذة تاعي تاع الثانوية والأساتذة تاعي تاع ليسي، نشكرهم كامل الحمد لله. مبروك عليكم، مبروك على ولاية المدية، مبروك على الجزائر كافة، يعطيكم الصحة. شرفتي بلاد الجزائر وشرفتي الثانوية تاعك وشرفتي العائلة، ونحيي العائلة عندها دور كبير العائلة، يعني لأن التوجيه تاع التلميذ الثاني ولا التلميذ دور كبير. بديت الدراسة العام الباك بداية من شهر جويلية، بديت في الصيف وحدي نقرا، بديت البرنامج الدراسي تاع المواد الاساسيه تاعنا، والمواد ثانيك جديده كما الفلسفه تعرفت عليها ثانيك في الصيف. وطيله العام الدراسي كنت نبذل مجهوداتي وكنت نقرا، برك الحاجه اللي كنت نديرها هي القرايه، قريت كنت نقرا بوتيره يوميه وحافظت على هذا حتى نهاية السنة. ومع تالي العامل النفسي كان يلعب ثاني دور كبير، دعموني الأهل تاعي ودعاء الله تعالى الحمد لله، وثاني الأساتذة لعبوا دور كبير في هذا. عيطت لي مديرة ثانوية فخار للمديرة لشمت فاطمة الزهراء، نوجه لها تحية وشكر كبير. عيطت لنا وقالت لي هذه النتيجة، كنت في الدار وفرحت بزاف الحمد لله يا ربي.
كانت فرحة كبيرة وارتحت كي عرفت هذه النتيجة، لأنه مجهوداتي خرجت نتيجة مليحة الحمد لله. نمد الإهداء تاعي لوالديا والعائلة تاعي كامل، وثانيك الأساتذة تاعي تاع ليسي وتاع ليتود، ونوجه ثانيك تحية كامل وإهداء هذا النتيجة لنادي التمييز في المدية. نشكركم وهذا ما كان. أنا شمس الدين عريبي، الحائز على شهادة البكالوريا بمعدل 16.70، الثاني المصنف الثاني وطنيا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الشعب الأدب والفلسفة. تحصلت على شهادة البكالوريا بمثابرة كبيرة وبقوة وإرادة وعزيمة وإصرار وبدعم من أمي، وما فشلتش، بقيت دائما كافح وما لازمش واحد يستسلم، لازم يكافح. ويا اجتهدت هذا العام بكثرة، وقلت للأساتذة وقلت لهم إذا ما تحصلتش على معدل الكبير ما راحش يقدر يرد لي المجهود تاعي، ما قلتها قال الأساتذة. ونتمنى أنه يكون هذا المعدل اللي حصلت عليه يشرف قال الجزائر إن شاء الله. أتمنى أصبح رائد فضاء إن شاء الله. لو يكبر طموحي شوية رائد فضاء. أحب الأبيات الشعرية. يقول مثلا الشافعي يقول: شكوت وكيعة سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أمي وقفت معايا، ضحت بكل طاقة لأجلي. أمي دائما وقفة معايا. أتمنى لكم النجاح دائما، وأتمنى أن لا تستسلموا، وأتمنى أن تتابعوا الدراسة، ما تبقوش دائما فاشلين، لازم تقرأ 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 تقرأ، وبعد راح توصل بدرجة كما أنا وصلت ثانية. العلم راه حاجة مليحة، ومليح كان طلب العلم، دائما نقولها لأي وعد نقول له العلم راه حاجة مليحة. نتمنى أني نخرج قاضي وإلا علوم سياسية، نقرأ علوم سياسية ولا علوم إدارية أنا، ونتمنى نخرج حاجة كبيرة كاع ونكملوا التشرف. نشرف أمة ونشرف الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم التلميذة نبو ياسمين من ثانوية الشهيد يعيش بجمع بولاية بشار، المتحصلة على شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز بمعدل 18.54. أولا الحمد لله، هذا بفضل الله عز وجل الذي فضلني على كثير من عباده الصالحين. ثانيا أتوجه بالشكر لكل أساتذتي من الطور الابتدائي لغاية الطور الثانوي الذين ساندوني طيلة السنة الدراسية، وأيضا أتوجه كذلك بالشكر لعائلتي الكريمة ووالدي الكريمين الذين كانوا معي طيلة السنة الدراسية. الحقيقة الاستقبال نتاعها النجاح، أولا نحمد الله ونشكره، من حيث الاستقبال النتيجة نتاعها ما كانش مفاجأة لي، أنا كنت أطمح فيه أكثر لأني كنت نعرف مقدوراتها العلمية من الابتدائي من السنة الأولى إلى الثانوي. المراتب كانت في المراتب الأولى الثانية الثالثة، المستوى نتاعها كان في تصاعد، وكنت أطمح لي أكثر صراحة، والحمد لله على هذه النتيجة. الحمد لله ونشكره. الحمد لله ونعم بالله، كان هذا النجاح الفضل الله سبحانه، والفضل الأساتذة والمعلمين من الطور التحضيري، من الطور التحضيري الفضل الكبير للمعلمة فضلاوي جزاها الله خير إن شاء الله من الطور التحضيري. والنجاح تاع بنتي كان في المراتب الأولى، كان نجاحات متتالية، والفرحة تكون عارمة إن شاء الله كي نشوف بنتي إن شاء الله عندها تاج القرآن إن شاء الله. نتمنى لها إن شاء الله تاج القرآن فوق رأسها، هذه أمنياتي. أسامة الحمد لله ربي وفقنا، راه تعبت عنها ما راحش، وكما قلت العام اللي فات ما كتبش ربي العام هذا، الحمد لله على كل حال بفضل التعب وبفضل الله وبفضل الوالدين ربي يحفظهم، بفضل الأساتذة بفضل الثانويات الحمد لله. الحمد لله يا ربي، ربي وفقنا، واللي ما داوش ربي معهم ما يحزنوش ما يستسلموش، مازال كاين العام الجاي يعاودوه ويقراو وينجحوا ويفرحوا والديهم ان شاء الله.
والشكر خاص للقناة الجزائرية وان وثانوية الأخت إنسعدان بقسنطينة والأساتذة اللي كيبقاو معنا عام كومبلي ربي يحفظهم والحمد لله. الثانية هذا فرحة مش نورمال والله دار 14-54 شو احساسك؟ دوك مانيش بمن والله دوك مانيش بمن عندي هاد الفرحة مش نورمال والله كلشي مبارك ربي يشكرك. فرحة النجاح لا يساويها أي ثمن. أتمنى كل الناجحين نجاح مبروك وأتمنى لهم التوفيق في الحياة الجامعية إن شاء الله. المهم أني جبتوها ما عيطوا لي الحمد لله يا ربي. نشكر والديا وقفوا معايا بفضل ربي سبحانه وفضل الحمد لله يا ربي وربي يفرحهم كاع ان شاء الله وربي ينجح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. راني فرحه بوليد بنتي جاب لنا الباك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحاج هني عبد الله عبد الجني الحاج هني بن علي الله يحفظكم وبارك الله فيكم وهذه هي القبة الجميع ان شاء الله. وراني فرحه فرحه فبولي عندي شهرين راني نستنى هذه الدقيقه هيا راني جايه من بيتنا على جال هذه الدقيقه هنايا شهرين دوم وانا هنا. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله بنتي راهي فرحه بولي دار انا كاع فرحين خوالو فرحه هذه ما كان ما سادي ما فوقها فرحه يعني كل حال والله الا فرحه ما نجيش نحضر ولا ما نجيش نحضر. الحمد لله يا ربي عندي بنتي جابت باك راهي في الدار ما قدرتش تجي مشا مشوك جابتو 13-43 بارك فيكم ان شاء الله وربي يوفق كاع يا ربي يوفقنا ووصلنا هذه المرتبه. نشكر الله سبحانه وتعالى لك الحمد ولك الشكر يا من باغي الجلال يجيك عظيم السلطان. كنت منا الحمد لله يا ربي جبنا الباك وفرحنا فرحنا في ذو الايام راه جبناها بالمعدل المليح والله يحفظ الخير تاع والدينا ساندونا في ذا العام. الحمد لله الحمد لله يا ربي شكرا الحمد لله يا ربي على هذا النجاح. نشكر الام تاعها الفضل الربي سبحانه ثم الوالده اللي تعبت معاها والحمد لله يا ربي العقوبه الكامل ان شاء الله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لنجاح في شهادة البكالوريا دورة الشمال 2024. أتمنى من الله تعالى أن تكون سنة سعيدة على جميع الطلبة الناجحين وأتمنى من الله أن يوفق أتمنى من الله أن يوفق جميع الذين لم يصيبهم الحظ في شهادة البكالوريا هذه وأتمنى كذلك من الله تعالى أن يوفقهم في حياتهم الجامعية ومزيدا إن شاء الله من التألق. أتقدم بأحر التهاني لعائلتي وأساتذتي الذين أشرفوا على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته اليوم بمناسبة شهادة التعليم البكالوريا بتحصلي على معدل 15.58. أود أن أقدم أحر الشكر والتقدير لكل الطاقم التربوي الذي ساهم في هذا الإنتاج ولا جميع من دعموني في هذه السنة وكذلك أتقدم بأحر التهاني إلى والدي وأهديهما هذا النجاح. أهدي نجاحي هذا إلى والدي الكريمين وإلى عائلتي
وأشكر كل من ساندني، والحمد لله الذي تم توفيقي ونلت شهادة بكالوريوس، ونسأل الله التوفيق في حياتي الجامعية، وأشكر كل من ساندني، وأهدي نجاحي هذا إلى كل العائلة وإلى خالي العزيز وعمي. محفوظ الشهيد محفوظ سعد ببر العتر كعادتها تبوأت إن شاء الله المراتب الأولى في نتائج شهادة البكالوريا لدورة أجواء 2024 بحصولها على وحصول تلاميذها على 5 امتيازات بمعدل أول معدل لتلميذ أبو أسبوع إخلاص الحاصل على معدل 18.75، نسبة النجاح تجاوزت 40% إلى وصلت إلى حد 42%، عدد المسجلين 310 وعدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 129 ناجح. تمنياتنا بالتوفيق لكل التلاميذ الناجحين، تمنياتنا بحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة، ومستقبل إن شاء الله أفضل للناجحين في مسيرهم الجامعي. كل الشكر للطاقمين التربوي والإداري الذين لديهم سهرة على هذه أو تحصيل هذه النتائج. الشكر موصول للوصاية التي دأبت على مد يد المساعدة لبقاء المحافظة محافظة ثانوية محفوظ سعد على صفة الامتياز. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر ابني مناعي أشرف على نيل شهادة البكالوريا، وحقيقة أنه أقام بمجهود كبير على غرار السنة كاملة، وكما أود أنه أقدم التحية لكل الأقارب وكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح أو تبيين طريق نجاح لهذا التلميذ، ونتمنى له مزيد من النجاحات في المستقبل، كما أهدي لوالدته ولكل أصدقائي وكذا، وأتمنى نجاح كل التلاميذ وبارك الله فيكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، معكم التلميذة هبة بن شعبان المتحصلة على معدل 18.95، الحائزة على المرتبة الأولى ولائيا على مستوى ولاية المسيلة. الحمد لله كل هذا النجاح كان بتوفيق من الله عز وجل، كما أيضا كان مجهوداتي التي بذلتها طوال السنة الدراسية تكللت في الأخير بهذا النجاح الباهر وهذه المرتبة الحمد لله. ووجه من هذا المنبر ومن هذه القناة خالصة عبارات الشكر إلى والدي الكريمين، خاصة أمي الغالية التي يعني كانت سند الأول لي ولم تتوانى في تقديم الدعم لي ماديا كان أو معنويا، الحمد لله. كما أوجه خالصة شكري إلى الطاقم الإداري والتربوي لثانوية شهيد بعجي محمد، وعلى رأسهم أساتذتي الكرام الذين درسوني، وإلى كل من سندني ولو بكلمة طيبة. أنا شقيقة توأم للأولى ولائيا على مستوى ولاية المسيلة هبة بن شعبان، كنا ندرس مع بعضنا البعض في نفس القسم وحتى نجلس في نفس الطاولة، كنا متفوقتين طوال مشوارنا الدراسي مع بعضنا البعض، وكذلك ختمنا كتاب الله مع بعضنا البعض. أهدي هذا النجاح إلى عائلتي بالدرجة الأولى، إلى أمي العزيزة، إلى والدي، وإلى أخي الذي كان يدعمنا طول الوقت، كما أهدي هذا النجاح إلى أختي التي كانت دائما إلى جانبي. اليوم ظهرت نتائج البكالوريا، الحمد لله رب العالمين. تحصلت ابنتي هبة على معدل 18.95، والتوأم ريان على معدل 17.35. تلقينا الخبر بكل فرح الحمد لله، كما في كل أسرة اجتمعنا وانتظرنا حتى ظهرت النتيجة، فرحنا فرحا شديدا ممزوج بدموع الفرح والزغاريد الحمد لله، كان نصرا مؤزرا انتظرناه والحمد لله. شكركم على زيارتكم الطيبة هذه، النجاح نهديه مدينة إفلوس، وهذا فخر لنا كل يعني فخر لك بالدرجة الأولى وفخر لنا كمان. شرفنا بزيارتكم. احنا اليوم تنقلنا لعائلة واضحي باش نشاركوهم فرحة نجاح ابنهم البارسي واضحي عبد العزيز اللي نال المرتبة الأولى ولائيا،
وهذه مرتبة جد مشرفة وشرف ليه والعائلة تاعه وكذلك وشرف ولاية لهواط كاملة. رفقة السيد رئيس الدائرة حبينا نشاركوا فرحة هذه العائلة ونباركوا للابن هذا ونتمنى له مزيد من التوفيق والنجاحات إن شاء الله ومستقبل إن شاء الله زاهر. كذلك نقدموا شكرنا للعائلة والوالد والوالدة. كذلك مناسبة أن نقدموا تحياتنا للطاقم التربوي لثانوية بركاتي رابح. هذا النجاح كان بتوفيق من الله عز وجل، فهو الذي وفقني للأخذ بالأسباب وكذلك بالمبادرة والسعي طيلة هذه السنة الدراسية. يكون ذلك الفضل بعدها لوالدي حفظهم الله بتوجيههما ودعمهما المادي والنفسي، كذلك الأساتذة الكرام، يعني عام كامل من التعب والجهد كانوا معنا دقيقة بدقيقة ساعة بساعة، نشكرهم من هذا المنبر. وكذلك لا أنسى نقامهم يعني كتاب القرآن كان دافعا لي وكان داعما كبيرا لي. فالحمد لله الذي وفقني لأن أكون من المتفوقين في شهادة بكالوريا دفعة 2024، أتحصل على المرتبة الثانية على مستوى ولاية أغواط في شهادة بكالوريا دفعة 2024، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني لأكون فخرا وذخرا لأمتي وأكون أحد أسباب قيام أمتي ونهضتها وتطور وطني ورقيه. أشكر والدي الكريمين اللذان رافقاني طيلة مشوار الدراسي، كما لا أستثني أساتذتي ولا وهم مهندسو هذا النجاح. أشكر شيخ القدير شيخ عبد القادر حسين الذي رافقني طيلة 3 سنوات من التوجيه والنصح. بشتى أنواعها وتنفيذا لمخطط العمل المسطر من طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا، تمكن أفراد المجموعة رفقة أفراد الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بغردايا بحر هذا الأسبوع بطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بلاية الأغواط وغردايا بالخرجة الشمالية لبلدية بريان بالضبط بالمكان المسمى وادي الدنبالة من توقيف مركبة سياحية. بعد التفتيش الدقيق لها تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام. هذه العملية أسفرت عن حد 52320 قرص مهلوس 300 ميلي جرام أجنبية المنشأ، حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 60,000 دينار جزائري، هاتفين نقالين، مركبة سياحية وتوقيف شخص مشتبه فيه. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيه لتقديمه أمام الجهات القضائية.